يقول: إذا أتقن طالب العلم مسائل التوحيد والعقيدة ثم أراد أن يتخصص في الرد على الذين يطعنون في ثوابت الدين والمستهزئين بالشرع، فهل توجهه هذا طيب؟ نعم، يرد عليهم بالجانب الذي يتقنه ويعرفه، وليس مقصورا على هذا. النهي عن المحرمات، النهي عن أمور كثيرة بجانب النهي عن الشرك، لكن ما ينصرف إلى النهي عن، كما ذكرنا، إلى النهي عن المحرمات ويترك الشرك الذي هو أعظم المحرمات، ما ينهى عنه. يقول الناس أحرار في عقيدتهم وأحرار في دينهم، وهذا تناقض والعياذ بالله. نعم.